إلا كان عندك قذف سريع تزوج على حسابي، يعني إن شاء الله بإذن الله الأمور تمشي بخير وما يبقاش هذا المشكل ديال القذف السريع ورا تولد وكل شيء يمشي بإذن الله. فطبعا حسنا نعرفوا بعد شنو هذا القذف السريع. طبعا إلا كنتي مثلا تتنعس مع شي وحدة نوبة في العام، نوبة في 6 سنين، نوبة في 10 سنين، أو لا عمرك ما نعستي، طبيعي انك من تنعس معها يعني راه تخدف دغيا، لان يعني الانسان تيكون بحال واحد البركان راه ينفجر. ولذلك الحمد لله يعني هذه اشياء طبيعيه، ماشي نقولوا يعني بزاف ديال الرجال ملي تيوقع لهم هذا المشكل وتيقذف دغيا تيبدا خايف وتيدخلوا الشك في راسه وما يبقاش ينعس مع المراه مثلا ويبقى سنين. وشحال من راجل يقدر يبقى مثلا 40 عام و50 عام ومازال ما تزوج لان خايف من الفشل. لأنه لكن الزواج هو طريق إن شاء الله باش على دواء، الزواج دواء على حسابي. إلا كان الحمد لله الذكر ديالك مزيان والفولات ديالك والخصيتين ديالك مزيان والانتصاب تنتصب مزيان والرغبة كاينة حتى هي مزيان، يعني هذه الأمور كلها بخير. إذا يعني لا ماشين ديالك كلها مزيانة الحمد لله. تيبقى داك المشكل ديال القذف هذاك عنده علاقة فقط يعني بكثرة العلاقات، كل ما كثرت العلاقات ديالك كل ما راه يقل داك المشكل ديال القذف. ولذلك الزواج تيكون هو الوسيله الوحيده ان شاء الله من الناحيه الشرعيه الحمد لله والحلال ديالك يعني اللي عطاك ربي باش على ان الامور تمشي افضل. اذا الزواج دواء ديال القذف السريع بلا ما تبقى تدخل بعد نوبه بعد الرجال تيدخل شي مواقع ويبقى يشوف واش عنده قذف سريع عاد شنو تيهضر. واحد السيد يعني بعد نوبه يقدر مثلا يتصل بشي واحد ويقول له لا حسك دير شي اشعه، ما دير لا اشعه لا حتى شي حاجه، واش ضرب شي شوكه في الذكر ديالك، ما ضرب لا شوكه لا حتى شي حاجه، واش تاخذ الفاني ديال فياغرا، لا ما تاخذ لا فاني ديال فياغرا لا والو، الفاني بحال فياغرا ما عنده حتى علاقه بالقذف يعني دغيا. اذا هذه الاشياء مهمه. العشاب شحال بعد النوبه الناس يمشي على العشاب يقول عندك البرد، او يمشي عند الراهق يقول انت عندك التقاف ولا عندك السحور ولا عندك شي حاجه بحال هكا، او لا الجن العاشق ولا اشياء من هذه الافكار الخاويه. يعني ما تضرب شوكه في الذكر ديالك، ما تاخذ مثلا شي ادويه ولا شي حاجه. يعني كاين واحد الحمد لله كما قلت لك الا كان عندك قد سريع تزوج على حسابي انا ان شاء الله باذن الله الامور تمشي بخير. هناك بعض الادويه بسيطه واحد الفنيده واحده بحال سميه الله ملي تاخذها تتاخر القذف، ثم على انك ما اشرت ان تتزوج الامور تتمشي بخير والزواج حتى هو ادواء. اذا بلا ما تبقى تعقد روحك، بلا ما تضرب شي شوكه في الذكر ديالك، بلا ما تشوف شي مواقع ديال مثلا على القذف السريع وسميتو لان كاين طبيب مختص في اضطرابات الجنسيه تيتم سيكسولوج، وكاين ليغولوج، يعني ليغولوج هو المختص في المسالك البوليه. يعني بلا ما تضرب يعني شحال من واحد تيبقاو يغلطوا ويبقى يدير تحاليل، ما كاين لا تحاليل لا حتى شي حاجه. المشكل ديال القذف السريع اولا ماشي عضوي، الاغلبيه تيكون عنده علاقه شويه بالحياء وبالخجل، وتيبقى الانسان يعني متردد وتيبقى سنين ما يتزوجش. طبعا كل ما تعطلتي مثلا تبقى مثلا 6 شهور، عام، عامين، 3 سنين ما درتي حتى شي علاقه، ومن يلاه ديرها تتكون بحال واحد البركان، يلاه تتقيس المراه تتقذف عاوتاني تتخاف وتسميتو. لا ما تخاف ما حتى شي حاجه، الزواج دواء ان شاء الله على حسابي باذن الله. فاذا الواحد يتوكل على الله هذا الصيف جاي، والناس اللي عندهم قذف سريع مثلا يتوكلوا على الله ويتزوجوا، خصوصا اذا كان الحمد لله الذكر ديالك مزيان، الفولات ديالك مزيانين، الرغبه الجنسيه كاينه الحمد لله مزيان. ما تصدعش راسك، ما تضرب لا شوكه، ما تاخذ لا شي ادويه، ما تمشي عند راقي، ما تمشي عند العشاب، هذه الاشياء كلها يعني هي راه تخرب لك الدماغ ديالك وراه تعطلك على الزواج. لان كما اشرنا القذف السريع بسيط، جمع الاسباب ديال العلاج ديالو هو الزواج ان شاء الله، وكما اشرت على حسابي باذن الله راه تولد وتمشي الامور بخير باذن السميع العليم. فاتوكل على الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.